هيا يا في البات الأكبر. خالي خالي. نعم نعم. لماذا لا تذهب يمينا؟ ولماذا أذهب يمينا؟ لكي نصل إلى منزلكم من أقصر الطرق. وهل تعلم الطريق إلى منزلي أكثر مني؟ فأنا أقطع هذا الطريق ذهابا وأعوده إلى منزلي منذ ما يقرب من 15 عاما. نعم، ولكني أعرف أن الطريق الآخر أقصر مسافة وأسرع وصولا. يا مازن، ألا يكفيك 15 عاما؟ يا خالي جذب ولن تندم. ثم ماذا؟ أحبك كثيرا. وما يشغلك عنا يا عمر؟ هل هو الغداء؟ المقال الأسبوعي لمجلة المدرسة الذي أقوم بتحريره. وما عنوانه؟ من قال لا أدري فقد أفتى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل من يسأل عن شيء ولا يعرفه ويقول لا أعرف يكون قد أفتى؟ بالضبط، هذا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، ليتك توضح لنا جميعا وجهة نظرك حتى نستفيد. ادعاء المعرفة صفة سيئة، وهي أن تجيب على ما لا تعرف فتخدع السائل، والشجاعة أن تقول لا أعرف عندما لا تعرف فتعطي فرصة للسائل ليعرف العلم الصحيح. بارك الله فيك يا ولدي. السلام عليكم. وعليكم, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مازن ابن عمتكم أصر أن يأتي معي ليذهب معكم غدا في رحلة البر. تمتاز المكرونة بأنها من البقول التي تبني العضلات ولا تساعد على السمنة. سامحك الله يا مازن، غير لنا كل معلوماتنا عن الغذاء والأطعمة. لو سمعك أستاذ العلوم لجعلك ترسب 3 أعوام متتالية. ولما كل هذا؟ المكرونة يا أستاذ هي أم النشويات وأكثر غذاء يسبب السمنة. من قال هذا؟ أنا التي أقول. عندك شك في معلوماتي؟ لا 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 لا، ولكني متأكد من معلوماتي. مازن حبيبي، احتفظ بمعلوماتك لنفسك، وإن كان لديك معلومات أخرى فاحتفظ بها حتى نفرغ من الطعام. ثم إن أحدا لم يسألك. فقط كنت أريد أن أفيدكم. إياك أن تدعي معرفتك بلعبة كرة القدم. بل أنا من عشاقها وأعرف جميع لاعبيها
وخاصة العالميون منهم. فهذا مثل إن هذا مارادونا. يا سلام، إن اسمه مكتوب على الجانب. والآن لا يظهر اسمه، ورغم ذلك أقول لك إن هذا مارادونا. وماذا تعرف عنه؟ إنه أعظم لاعب في البرازيل. البرازيل؟ وانتقل إلى ألمانيا أيضا، والآن يلعب مع منتخب إنجلترا. لاعب أرجنتين جنسية يلعب مع إنجلترا. أنت خبير كروي يا مازن. أنت مازن، يبدو أني سأفتح رأسك. تريد أن تأخذ ما بها من معلومات؟ إنها كمبيوتر. بمناسبة الكمبيوتر، أين لعبة الأتار التي كانت عندك؟ إنها معطلة. هل عندك معلومات جديدة؟ نعم، فأنا أصبحت ماهرا في إصلاح تلك الألعاب. ارحمني يا مازن. صدقني يا علي، فأنت لن تخسر شيئا، فاللعبة كما تقول معطلة. نعم، ولكن هناك أمل لإصلاحها. بل ستشكرني، فإذا فشلت في إصلاحها سأعطيك لعبتي الجديدة بدلا منها التي تماثلها تماما. هذا وعد؟ نعم. تفضل، وأنا واثق أني سأخذ لعبتك الجديدة. هيا هيا نجهز كل شيء حتى نكون مستعدين في الصباح. أنا سعيدة لوجود مازن ابن عمتي في هذه الرحلة. وما سر هذه السعادة يا ترى؟ إنه خفيف الظل، يضحكني دائما، لكنه في بعض الأحيان يغيظني بادعائه معرفة كل شيء. لو أنه دخل المطبخ الآن لأخذ يعدد لنا فوائد هذه المأكولات. لا تبالغي يا شيماء، إنه فقط يريد أن يبدو مهما بيننا. لا لا يا فاطمة، لا يجب أن تكبر هذه الخصلة معه حتى لا تكون هناك مشكلة. وماذا بعد ذلك يا ابن عمتي؟ كل خير يا ابن خالي، أكاد أن أصل إلى سبب العطل. أنا أرى أن العطل قد أصبح أعطالاً. من الخطأ أن يدخل الطبيب أهل المريض إلى غرفة العمليات. ليتك تخرج وتنتظرني بالخارج حتى أنتهي من عمليتي. يا ابنتي لا تخافي، إنه عطل بسيط وسنتغلب عليه حالا بإذن الله. ما هذا؟ لا شيء، عطل بسيط كان بالجهاز ولقد نجحت بإصلاحه. ما يحيرني أن الولد لا يشعر بخطورة ما يقول أو يفعل، حتى وإن تبين له خطأه لا يهتم ولا يتراجع. تحدثت مع شقيقتي وزوجها في هذا الموضوع أكثر من مرة. ها، وماذا كان رأيهم؟ أجمع على أنه ما زال صغيرا وبأن هذه الصفة ستزول بمجرد أن يكبر. خطأ، يجب أن نعالج أخطاء أبنائنا أولا بأول. الطفل في مثل هذا السن كالعجينة اللينة التي يسهل تشكيلها، ولكن بعد ذلك يصبح من الصعب التعامل معها. على كل، غدا عندما نرجع من الرحلة إن شاء الله سأعود به إلى أمه وتكونين معي، وهي تحبك وتحترمك وتستمع إلى نصائحك، فعندما تبينين لها مدى خطورة هذه الصفة على ابنها أنا متأكد أنها لن تتوانى بالإسراع بتنفيذ نصائحك، خصوصاً أنهما عادة ما يأخذان الأمر بظرافة واستظراف ومزح، وكثيراً ما يضحكان على تصرفاته. إن شر البلية ما يضحك. أبي هيا تأخرنا. تأخرنا. مازن؟ حبيبي، لماذا لا تجلس في الخلف مع أبناء خالتك؟
أردت أن أجلس بجوارك يا خالي، ربما تكون قد نسيت الطريق فأنا أدلك عليه. أنت على حق يا مازن. أنا أعدك بأن أستغيث بك عندما أحتاج إلى مساعدتك أو أكون قد ضللت الطريق، أناديك يا مازن أنقذني لقد ضللت الطريق فتأتي لمساعدتي، ما رأيك؟ لا بأس. شكرا. شوائك أجبرتني على الخروج من الخيمة والوصول إليك مسرعا. ورائحة الشواء تقول عد إلى الخيمة إلى أن ينضج ثم أنادي عليك. أعود إلى الخيمة ولكن ألا أعود مجبور الخاطر ولو بقطعة صغيرة من اللحم؟ القطعة الصغيرة لا تغني ولا تشبع. هكذا أنت دائما مقنعة وتسكتين الآخرين وأولهم بطني. سأعود إلى الخيمة. هكذا يا عمر؟ نعم، إلى أن يأتي الذين في أعماركم فتلعبوا معهم. أرأيت؟ إنه يرانا صغارا. هيا هيا بنا. إلى أين؟ نلعب سويا في مكان آخر. بشرط ألا نبتعد عن الخيام. لما أنت خائفة؟ إني أعرف هذه الصحراء كلها. مازن أرجوك، لماذا تشكك دائما في قدراتي يا علي؟ ألا يكفيك ما فعلت بجهاز الأتاري المخصص بي؟ العيب ليس بي، العيب بجهازي. أنا أصدقك يا ابن عمتي. شكرا لك يا فاطمة، لذلك سأفيدك. إذا فكر لنا بلعبة نلعب فيها ثلاثتنا. لقد فكرت في لعبة مشوقة ومفيدة. ما هي؟ هل سمعتم عن البئر التي اكتشفت؟ أين؟ إنها غريبة من هنا وماؤها عذب. لا لم أسمع. كان يجب أن تسمع. بهدوء بهدوء، ما دخل البئر بلعبتنا؟ اللعبة مرتبطة ارتباطا كبيرا بهذا البئر. كيف؟ سنذهب إلى البئر ونشرب ونحمل الماء ونفاجئ خالي وزوجته والأستاذ عمر. إنها فكرة رائعة. هل سنخبر أمي وأبي بهذا؟ كيف ستكون المفاجأة ثم أنهم سيرفضون ذهابنا؟ هل هي قريبة من هنا؟ جدا، هناك قرب المرتفع. وهل نستطيع أن نحمل الماء إلى هنا؟ نعم نستطيع نستطيع. علينا أن ننطلق ويعدل كل منا ما يخصه دون أن يشعر بنا أحد. التجمع هنا بعد 10 دقائق. إلى أين؟ إلى أين؟ ما كل هذه الأشياء؟ لماذا هذا الماء؟ نريد أن نستخدمها في اللعب. وأنت يا علي؟ سأستخدمها للعب. فاطمة، للشرب أم للعب؟ الاثنين معا. لا تتأخرا فأنا على وشك الانتهاء من غداء. حاضر يا خالد. هيا هيا لا تتأخروا. ما هذه اللعبة التي تحتاج كل هذا الماء؟ Thank you.
سرنا كثيرا يا مازل، ولم تظهر تلك البئر. البئر لا تظهر من بعيد، لأنها أسفل من مستوى الأرض وليست أعلى منها. أنت قلت إنها قريبة يا مازن. قريبة في الصحراء تختلف عن قريبة في المدينة. قريبة في المدينة على بعد أمتار، أما الصحراء على بعد كيلومترات. أحسنت، لقد أصبحنا على بعد خطوات. خطوات بقياس المدينة أم الصحراء؟ ليس لهم أثر، لا هنا ولا هناك ولا في أي مكان. أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ أمي لا أجدهم. أمي بحثوا في كل اتجاه فلم أجد أحدهم. مازن يعرف المكان جيدا ويستطيع أن يدلنا عليه، أليس كذلك يا مازن؟ نعم، أولا سنذهب إلى البئر، فالمياه التي معنا نفدت. لا، لا نريد المياه، أعدنا إلى خيامنا. بعد هذا التعب والشقاء تريدون أن نذهب إلى الخيام دون ماء؟ سيسخرون منا ويقولون أننا صغار. نعم، نحن صغار أطفال، أرجوك أعدنا إلى خيامنا. انتهينا يا مازن، سنأتي معك مرة أخرى للبحث عن البئر. مازن، الليل سيدخل علينا ونضيع في الصحراء. ماذا؟ نضيع في الصحراء؟ لا تخافي يا أختي، تعالي معي سأحاول أن أعود. هل تعرف الطريق؟ أوه، سأسير بهذا الاتجاه لعلني أصل. لا تفعل يا مجنون، ننتظر أحد المارة نسأله عن الطريق. أحد المارة؟ إذن أنت لا تعرف الطريق. هل ضعنا يا أخي؟ يا بئر الماء، يا بئر الماء، يا واحة هذه الصحراء، يا واحة هذه الصحراء، يا بئر الماء، يا بئر الماء، يا واحة
نعم انهم متغيبون منذ اكثر من 3 ساعات. اكثر. انت تعلم حضرة الضابط ان الليلة قد حل والامر يزداد تعقيدا. يا الهي يا رب. اهدئ يا امي اهدئ اهدئ. ماذا حدث يا عبد الرحمن؟ الشرطة ستأتي ويبحثون معنا. وهل سننتظر حتى تأتي الشرطة؟ هيا اركب لنبحث عنهم، فأنت تعرف المنطقة. رجاء عندما تأتي الشرطة اطلبوا منهم ان يتعقبونا، وسنكون على اتصال بكم وبهم. شكرا. ليس هناك أي طعام، أما العطش فأمره سهل خصوصا إذا عثرنا على البئر. فهناك قوة من رجال الشرطة منتشرة في أماكن متعددة من الصحراء، وقد عملنا حساب الكيلومترات التي من الممكن قطعها سيراً على الأقدام في كل مكان، وحوطناها أيضاً برجال من الشرطة للبحث عنها. عبد الرحمن، هذه كانت ما عليه، أنا متأكدة. هذه منها كثير في البر في كل مكان. لا لا لا، أنا رأيتها معه قبل أن يخرج. إذن لابد أنهم قريبون منه. لابد لابد. ليتنا نتحرك في 3 اتجاهات. لا. ونكون على اتصال أولا بأول. هيا إن شاء الله. هيا. ليتني ما طاوعتك يا مازن، كنت تضحكني والآن تبكيني. لأننا طاوعناه ولم نخبر أهلنا بقصدنا، ونحن نعرف أنه يدعي المعرفة. لماذا العتاب وأنا أتجرأ معكم نفس الجزاء؟ أنت تستحق ونحن نستحق يا فاطمة، لأننا طاوعناه. هل سنموت يا أخي؟
جدة و